كيف تابعت كييف هذه السفينة؟ وهل بذلك تبددت المخاوف الأوكرانية من هذا الاتفاق؟ نعم صلاح، قبل قليل أعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية بأنه تم قبول طلب عدة سفن لمغادرة ميناء أوديسا بعد عدة أيام. الآن في ميناء أوديسا حسب ما يقول الوزير فإنه ما يقارب 16 سفينة تنتظر الإشارة لمغادرة الميناء، الإشارة من مكتب التنسيق في إسطنبول لمغادرة الميناء. لكن صلاح، على ما يبدو بأن السفينة التي انطلقت يوم الاثنين كانت اختبارا لتحديد مسار الآمن لدى السفن الأخرى وسط تخوفات كانت من قبل الجانب الأوكراني. هنا كانت هنالك مراقبة من قبل الجانب الأوكراني وسط هذه المخاوفات التي عبر عنها الجانب الأوكراني في عدة مناسبات بأنه لا يثق بالضمانات الأمنية المقدمة من الجانب الروسي، خاصة بعدما قصفت القوات الروسية ميناء أوديسا قبل مضي 24 ساعة على هذا الاتفاق. كذلك كان هنالك تصريح من الرئيس الأوكراني مساء أمس وقال أنه من المبكر التنبؤ بهذا الاتفاق، بإيجابية هذا الاتفاق، لكنه أكد بأن أوكرانيا ستبقى شريكا موثوقا لوقف تفاقم أزمة الغذاء. وكذلك أيضا صرح وزير الخارجية الأوكراني بأن أوكرانيا ستبقى أيضا شريكا موثوقا للتخفيف من أزمة تفاقم أزمة الغذاء. يأتي أيضا ذلك في ظل مخاوف عدة وتصاعد واحتدام المعارك في جنوبي البلاد وخاصة في منطقة خرسون وهي منطقة متاخمة لمدينة أوديسا. الجيش الأوكراني وقيادة عمليات الجنوب قالت بأنها مستمرة في تحرير عدة مناطق في منطقة خرسون، خاصة بعد استعادتها ما يقارب 50 بلدة في مقاطعة خرسون وقصفها جسر سكة الحديد الذي يربط مقاطعة خرسون بجزيرة القرم. بذلك حسب ما قال الجانب الأوكراني بأنه قطع إمدادات العسكرية المتقدمة من جزيرة القرم إلى مدينة خرسون. أيضا على في ظل الظروف الإيجابية بعد مغادرة هذه السفينة وفي ظل احتدام المعارك في مدينة خرسون، كذلك تعرضت مدينة نيكولايف وهي مدينة تتعرض دوما لضربات صاروخية روسية حسب ما يصف الجانب الأوكراني، فإن المدينة تعرضت مساء ليلة الأمس إلى عدة هجمات صاروخية تم استهدافها بصواريخ S-300 المعدلة، وهي صواريخ حسب ما يقول الجانب الأوكراني وهي صواريخ أرض جو تم تعديلها في عام 2018 لتكون صواريخ أرض، وهذه حسب ما يقول الجانب الأوكراني هذه الصواريخ ليست عالية الدقة ولا تستهدف بدقة عالية المناطق في بعض المقاطعات.